التقى وزير الداخلية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد أنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث أشاد معالي وزير الداخلية خلال اللقاء بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين. تم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون في مجال العمل الشرطي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.